بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة وواجباتها وسننها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. والواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك منها شيء سهوا لم تبطل، ويجبره سجود السهو. وأما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، لا عمدا ولا سهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض في ذلك الخائف، الذي لو وقف لخاف على نفسه، والعريان الذي لو وقف لانكشفت عورته. ومن يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج، فهؤلاء يعذرون في ترك القيام كما يعذر المريض، ويصلون على حسب حالهم. ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام لمرض، فإذا صلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وأن تصلى قعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر، فتبين أن القيام إنما هو ركن في الفريضة دون النافلة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة وكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. وصيغته أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها من بقية الأذكار، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءتها ركن في كل ركعة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي، أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد دون المأموم؟ خلاف بين العلماء. والأحوط والله أعلم أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع
الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقد ثبت الركوع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والركوع في اللغة الانحناء، والمجزئ منه من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس والسادس الرفع من الركوع، والاعتدال واقفا بعد الرفع كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل سجود، وفي كل ركعة سجودان، لقوله تعالى واسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود حسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود. الركن السابع والثامن الرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، والطمأنينة هي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث، فقوله قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على فرضيته وأنه ركن من أركان الصلاة. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن الثالث عشر الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علم المسيء الصلاة مرتبة بثم. الركن الرابع عشر التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم، وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها المستمع الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كان النية لم تنعقد صلاته، وإن كان غير النية وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا كما سبق، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى
فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه منها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى لغت الركعة التي تركه منها أي بطلت، وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال الجليلة، وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمتابعة الكلام عن بقية أحكام الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.